الفيديو دوت هنتعلم ازاي نكريت نيو تايم تيبل. نيجي نكليك على الويزارد وهنبدأ. أول حاجة هنكتب اسم الجامعة PST، بعد كده هنختار عدد الأيام أو عدد أعداد المحاضرات في الأسبوع، هنقول 6 yes، وال number of days هنختار 6 أيام عمل في الأسبوع، وهنشيل work with zero periods، وهنختار الأجازة بتاعتنا من يوم الخميس للجمعة. لو جينا بصينا على الأيام هنلاقي إنها بالترتيب من يوم السبت إلى يوم الخميس. بعد كده هنقول next، ممكن من هنا نضيف المحاضرات والمحاضرين والكلاسات، ولكن هنخليها بعدين. next وهندوس finish. في الحالة دي هيتكون عندنا جدول بداية من يوم السبت لحد يوم الخميس، وكل يوم بيتكون من 6 محاضرات. لو حبينا نغير في أي وقت البيانات دي بنقدر نيجي هنا في سكول ونقدر نعمل التعديلات اللي احنا محتاجينها.